كنا بنتكلم على تقسيم الغذاء وقلنا لا تجمع بين اكثر من بروتين في الطعام. دلوقتي انا عايز اقول انه انا اكل ايه، انا معايا اسره اكلها ازاي. لو انا بحب ربنا انا اللحمه الحمراء عندي مره في الاسبوع وعندي 100 جرام بس. لو احنا اتنين يبقى 200 جرام، ربع كيلو حلو قوي علينا، ربع كيلو ممتاز لنفرين في الاسبوع، ربع كيلو ممتاز لنفرين. طب احنا 6 انفار يبقى كيلو لربع، 8 انفار يبقى كيلو، كل اسبوع بيتقسم الكيلو 10 حتت، الحته 100 جرام لو بتحبوا ربنا. الكيلو بيتقسم 10 حتت، الحته 100 جرام، ده نصيبك. اكتر من كده دينجر، خطر خطر، تشويها تقليها تعملها سوسيس تعملها اي نوع انت حر. دي اللحمه الحمراء. بالنسبه للفراخ او السمك، احنا بنعمل يوم فراخ في الاسبوع او يومين، ويوم سمك او يومين، ويبقى عندنا يوم او يومين في الاسبوع بنقضيها بروتين نباتي، لوبيا او فاصوليا او عدس او اي نوع، او بطاطس مقليه وشويه جبنه وشويه سلطه وبيضه مسلوق. لازم نعمل كده. في ناس متربيه على انه لازم كل يوم لحمه، كل يوم لحمه. والله العظيم يا فندم ده بيعمل فشل كلوي، وبيعمل شوكه في كعب القدم، وبيعمل لنا هشاشه عظام، وبيعمل لنا ضعف في الاسنان، وبيسد لنا الاوعيه بتاعه القلب. يعني اوعى تقول ان انا عندي ناس لازم تاكل كل يوم لحمه، بتاع ايه؟ لا، والألعن منه مش ان هو ياكل كل يوم لحمه، الألعن منه ان هو يفطر الصبحيه لانشون او بسطرمه، ويتغدى لحمه او سوسيس او، وبالليل يعمل سندوتشات كفته ويجيب طلب مش عارف ايه، وبيتزا باللحمه وبيتزا حرام عليك، حرام عليك. انا مش اسد. يعني البني ادم لما بيكسر من اكل البروتين حتى ريحه فضلاته بتبقى فظيعه جدا. ما ينفعش، انا مش اسد، انا بني ادم، ربنا كتر لي السلطه الخضراء عشان كده. طيب دي خطوره اكل الايه؟ اللحوم الزياده. انا ليا 100 جرام في اليوم بس، ونوع واحد بس،